انا تمنيت تضربي هون هون ما تحت، بدي حاج ارحل من هالدنيا اضل فيها شيء كويس غير. أنا وابني، كان معي ابني عمره 16 عام، نحن ماشيين جتني قذيفة تحت الموتور. ابني وقعت أنا وياه تقريبا بينه وبينه شي متر، فالنعمة إنه سمعته عم ينطق الشهادة، نطق مرتين. بابا وش بابا وش بابا تعبوا سيني يا سلام وش بابا هي هي وش بابا